السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا بالجميع في حلقة المستثمر الموسم الثاني. الحلقة هذه راح تكون الحلقة رقم 14. طبعا أعتذر والله على الجميع أنه تأخرت هاليومين، ما نزلت حلقة المستثمر، خصوصا الناس اللي متابعين معايا. ما شاء الله في عدد كبير من اللاعبين بدأ معايا، الله يحييكم. هاي هاي حتى هنا تغشوا، والله واحد رايد ما دني. انا عارف ان هنا لاعب نوب يا ابو دول عند الشاحن حقي. اوكي انا تاخرت عليها شوي. والله معليش شباب قاطعوني، يعني برحب فيكم والعب معرفين هذول. اوف اوف عطل. لا لا خليك في سيارتك لو سمحت، خليك في سيارتك. هذا البريسر حقي هنا. اوكي كويس النيم. طبعا الحلقه الماضيه فعلا الشيء بالشيء يذكر، اشترينا طبعا اخيرا نفذت وعدي واشتريت الأوبريسر بعد جهد جهيد والله العظيم. كان أسبوع من حسن الحظ، أسبوع المخازن، أسبوع هذا أنا أعتبره أفضل أسبوع في عالم جراند. يعني ما في أسبوع زي أسبوع المخازن صراحة، ممكن اللي يوازي أسبوع المخازن أعتقد حتى إيش نقول، يعني ممكن يكون النايت كلوب، ممكن يكون النايت كلوب. رغم النايت كلوب ياخذ وقت طويل والله يا شباب، لكن ما أعتقد في مثل المخازن في قوة صراحة. المخازن لانه عندك خمس مخازن عملاقه كبيره، فتقدر تفيدك كلاعب. في بعض اللاعبين ما شاء الله عليهم عندهم شخصيتين في نفس الحساب، فيقدر يعمل سواب كاركتر وما شاء الله عليهم يعني 10 مخازن، فهذول تقدر تقول لهم ممكن اصير خويكم. ناس خبره يعني، ناس تعرف تدرك الوضع. امش تفضل. فما ننسى عملنا الروتينية يا شباب، طبعا لازم نعمل أول حاجة دليفري لهذه الشاحنة، شاحنة سي او، نحصل على 50,000 دولار. خلاص نقصد كانت أول كم مبلغ محترم، كمية ألف يعني. الله طبعا هذا التجهيز الجديد كويل، طبعا يبغوا الأرض تكون كهربائية، ما يبغوا الأرض يكون فيها ذرة نفط يعني، والكهرباء يشغلونها بالنفط في النهاية. ها ها يعني ايش حالكم يا شباب؟ نستدعي الأوبريسر. طبعا اكيد البعض بيسال يقول يا تركي ايش حلقه اليوم حتكون؟ حلقه اليوم يا حبايبي حتكون عن حلقه تضبيط النايت كلوب. راح يكون طبعا عملنا للنايت كلوب احنا سيت اب، باقي اشياء كثيره ما سوينا له اياها، من ضمنها انه يوسف امين اتلاست. طبعا لازم نشتري اول حاجه اعمال للنايت كلوب عشان نضبط النايت كلوب. خلينا ننتقل مباشرة للنايت كلوب عشان أوريكم على حاجة. هلا والله بالشباب يعطيكم العافية. طبعا أعتقد حلقة الأوبريسر اللي هو الحلقة رقم 13 الماضية فتحت لكم الكمبيوتر، في ناس كثير تفاجأت يعني بهالسرعة أنت تجمع مليون وشوي من النايت كلوب، يعني بس فقط من الخزنة يا شباب. شوف الآن وصل المبلغ إلى 1,129,000، وهذا والله أنا لي فترة ما فتحت الحساب، طبعا أكثر من يومين تقريبا، فلانه تعرفوا هذا الاسبوع اسبوع الام سي، ف يعني شغلنا شوي، لازم اعطي شويه يعني زي ما تقولون هو حدث الساحه الان، وصعب شخصيتي هذا اتكلم عن الام سي، يعني الشخصيه لسه دوبها باديه. فشخصيه المستثمر الاولى الحمد لله يعني متقدمين بمراحل كثير عن هذه الشخصيه. خلينا ناخذ 50,000 حقنا من حلالنا وتعب جبيننا. طيب يا حبيبي زي ما تلاحظوا انا عندي الان الكارغو والشيبمنت اللي هو تبع اي شيء في صناديق، اي شيء متعلق بالصناديق مثل المخازن وحتى يدخل في الهانجر يا شباب، يدخل من اعمال الكارغو والشيبمنت. السبورتنج جودز طبعا زي ما اتفقنا يكون للبانكر فقط، وهو ياخذ 66 ساعه لازم تكون اللعبه مفتوحه حتى يتفلل. كل اللي عليك خلي اللعبه شغاله، النايت كلوب ما راح يتعبك، يقول له خلي لي اللعبه شغاله وروح دوامك، العب مع اصحابك، روح مع اسرتك، وانا بشتغل لحالي. انما ايش المشكله؟ راح تنقص عندك الشعبيه. الشعبيه هذه لو نقصت وش مشكلتها؟ راح تاثر عليك فقط في ال 50,000 اللي ما شاء الله شايفينها مره مفيده. واذا نقصت خلاص يعني ما راح تجيك 50,000 بعد كذا، راح تجيك زيرو، وراح يجيك باللون الاحمر انه عندك الشعبيه منخفضه. ما اصلا راح تلاحظ النايت كلوب تبعك فاضي تماما، ما عندك اي زباين. كل ما تنقص عندك الشعبيه كل ما يكون الزباين عندك اقل واقل. لكن هنا راح يشتغل كل تأكيد يعني، فأنت لازم تضحي بواحد من الثنتين. إذا تبغى تعبي المخازن هنا بشكل سريع خلي اللعبة شغالة، إذا ما عندك أي مانع وما عندك أي مشكلة والكهرباء عندك رخيصة ما شاء الله أوكي جو أهيد خلي اللعبة شغالة.
هذه بعدين تقدر تعبيها بأي طريقة إن كانت، يعني سواء أنك تقدر تتصل على توني، تقدر تطرد الناس اللي موجودين في النايت كلوب. لأكل للأسف طبعا أول كان تطلع من النايت كلوب، تدخل يجيك واحد يبغاله اهتمام في النايت كلوب فتهتم فيه وترفع الشعبية، سواء كان توصيل في آي بي أو كان تطرد أحد يسبب لك مشاكل. حاليا كل 48 دقيقة مرة واحدة يجيك فقط لرفع الشعبية، لكن بإمكانك الاتصال على توني وتعمل مهمة. أو أفضل طريقة وهي اللي أنا أحبذها صراحة اللي هو الدي جي، تشتري دي جي الله عينك مرة واحدة بمئة ألف والله عينك، يعني تعمل الأول حاجة كات سينز تبعه، طبعا لازم يكون في فيديو كليب، وتعمل الميشن تبع الدي جي وتوصله بعدها على النايت كلوب تبعك، وخلاص يصير تنزل تحت الدور الأول في المخزن عندك وتبدل بينهم عشان ما يجيك مقطع سينمائي. هذا يقول لهم سلام عليكم راح اشتاق لكم، والثاني يقول لكم يا هلا وسهلا أنا جيتكم. باختصار على طول مباشرة تعمل سواب ما بينهم مرة مرتين ثلاثة مرات، هتلاقي الشريط من لحاله تلقائيا يمشي معك، وهذه أفضل طريقة مضمونة. صحيح أنه كل ما تعمل سواب 10,000 دولار، لكن ما تفرق 10,000 دولار 20-50 ألف، حتى لو خسرت 60 ألف يا شباب راح تعوض بسهولة، يعني أنت بس 48 دقيقة راح تحصل على 50 ألف. أوكي حاليا ننتقل على الأشياء المهم جدا اللي هو عندنا الموظفين، لازم نشتري موظفين، ومع كل موظف لازم تضرب حساب أنك راح تشتري له وراح يكون عندك عمل. الأعمال هذه الخمسة كلها المتبقية تبع الام سي، ومن حسن الحظ عندنا تخفيض 30% على الام سي طول هذا الأسبوع. أنا أعتقد ما أدري كم المبالغ اللي عندي، راح أتأكد الآن، وراح نشتري أعمال الام سي، ومع كل عمل راح نشتري موظف، وعندي 2,785,000. نايس والله كويس الحمد لله خير وبركة. إن شاء الله إنه البانكر يكون عندي كويس، عشان لو تأخرت في اللعبة أنا أحيانا أنسى ما أعمله ريسبلاي صراحة. أوهو على وشك أوكي يلا نلحق نعمل له ريسبلاي. ما شاء الله المبالغ تقدمت والله صراحة، حلو صراحة هذه ميزة البانكر. طيب كذا أدينا كل الروتين اللي علينا ما عدا الشاحنة الأسلحة، لازم أعملها ديليفري إن شاء الله يكون عملية التوصيل سهلة. عشان أشتري الار بي جي ضروري جدا هذا الأسبوع أشتري الار بي جي، لأنه الار بي جي تعرفوا أنتوا لازم توصل للرانك 100، وأنا الرانكي الآن 58، فصراحة راح يختصر علي. الار بي جي الآن موجود وبتخفيض بعد 30%، فأي لاعب مبتدئ مثلي روح على أي، إذا شفتوا اليوم إن شاء الله راح أعطيكم مكان بإذن الله تعالى، وبإمكانك تشتريه طبعا. إحنا الآن اللي علينا نروح نشتري كلوب يا حبيبي، عندي كلوب طبعا موجود ومجاني، نروح على الكلوب هاوسز. طبعا والله كل مكان الكلوب يكون في المدينة كل مكان أحسن صراحة، وأنا والله ودي أختار هذا الكلوب يكون قريب من النايت كلوب تبعي، رغم أنه ما أدري يعني هو أصلا متى راح أحتاجه، لمن أعمل طبعا توصيل دبابات، وانا صراحة انا من عشاق توصيل الدبابات وكنت حريص عليها دائما. كل 48 دقيقة تلاقيني اروح الاوتوشوب اضبط سيارتين اعملها انا بنفسي ديليفري، او اخلي العمال اللي عندي بالاضافة اعمل ديليفري للدباب صراحة، يعني تغير جو شوية، يعني الاوبريسر ضيع علينا متعة التوصيل، فبالتالي ما راح اشتري المجاني. اشهد مو كل مجاني ناخده، فراح اشتري اللي في لميسة اكيد. هذا لميسة صح؟ ايه لميسة. اوكي خلينا نكون في لميسة على طول. اوكي طيب اكيد راح نخليه عصري، نخليه كده مرتب. واو زادت الفلوس. ايه خلي كده مرتب احسن. شوف الجواب، انا عارف اني بخسر فلوس ما لها داعي. اوكي هناك جمجمة حطيتها سكول، راح احطه هذا. اوكي والله بنيم خليه حاليا بالوقت الحالي، بغيره بعدين. الجن لوكر ما احتاجه صراحه، هذا اللي احتاجه هذا الكلام. 371,000 بالتالي راح يكلفني والله كثير يا شباب، كثير والله، مليون. هذا قرار يبغى له تفكير والله صراحه، لانه لو الان دفعت مليون حيبقى لي مليون و7 مليون 700,000، راح مضطر اني اشتري الكوك وراح اشتري المث. الله يشوفه هي مغامره، ولكن احنا قدها. ليتس جو خلاص. هلا والله بالشباب يعطيكم العافيه. طبعا انا عندي الكاونتر فيت كاش، هذا من حسن الحظ انه عندي اوريدي مجاني، فبالتالي راح نشتريه. مكانه حلو، مكانه في سينورا ديزرت، مره كويس يعني. بعده راح نروح على
الكوك طبعا الكوك صراحة يعني مرة يعني يعطي فلوس. إن كنت تبغى يعني تشتغل كعمل مستقل فهو مرة ممتاز. إن كنت تبغى تستغله في النايت كلوب كذلك مرة ممتاز، راح يعطيك سعر مرة ممتاز. فراح بكل بدون تردد يعني راح نشتريه. يعني كده لازم اشتري لي عدد 2 من الموظفين. اوكي باقي فلوس والله الحمد لله، باقي لي 1,000,000. اوكي طيب خلينا نشوف هذا العمل برضو. لا كده مغامرة خلاص نوقف هنا. طيب كده مغامرة خلاص انا وقفت يا شباب هنا. طبعا اعتذر والله يا شباب انا احيانا اقطع كلامي لانه في صور خليعة شوي، يعني ما له داعي اني اتكلم وهي تكون موجودة في الفيديو، فحاول قد ما اقدر اني اخفيها. طبعا هذا الصراحة هذا العشق هذا الحب هذا صراحة يعني مخاوي الليل على قولتهم. هذا من زمان انا وياه اصحاب وعشرة عمر، دائما صلح لي دبابات. انا من عشاق البايك صراحة، البايكرز مرة شيء خرافي صراحة. اللي يركب دبابات ويحب يسوق دبابات راح يفهم ايش اقصد، دبابات مرة عشق ومرة حلوة، بالذات لما انت تعمل لها تعديلات تضبيطات تجرب الدبابات ولا اخر. ولكن روكستار بكل اسف سحبت علينا دبابات كثيرة خلتها في حساب الجي تي بلس، بس من حسن حظي اني مشتريها في حسابي في السوني اللي ماني عارف باقي موجود ولا لا صراحة، ما ادري. يبغالي لفترة والله، اول حاجة يبغالي اجدد البلس وبعدين افتح حسابي في، اعتقد انه موجود مستحيل يعني يحذفونه عليه. من الاشياء المميزة جدا في قائمة الموتور سايكل شباب هذه بشرح لكم، انه هنا يمديك تختار الاوبريسر يا شباب، شايفين الاوبريسر يكون من قائمة سيارات البريزيدنت يعني. اوكي على طول يرسبن عندك، بعدين شوف الريسبون حقه مختلف تماما، يرسبن عندك اكزاكتلي بالضبط. يعني هذه من حسنات الموتور سايكل. غير كده في اشياء جدا مهمه، شوفوا يا شباب لما تضغطوا على موتور سايكل بريزيدنت في تروحوا على المانجمنت اللي هو ام سي ستايل، اختاروا ملابس. ملابس ترى حلوه والله، ملابس حلوه، ملابس خاصه بالموتور سايكل. وطبعا ما يمديك تكون ملابس هذه الملابس الا لما تكون بريزيدنت. فانا بالوقت الحالي يعني ماني خايف يتعرض على، ما عندي مصانع موتور سايكل عشان اخاف يعني، عارفين يعني عادي خليني اكون زي ما انا يعني. اوكي نختار لبس طبعا، الامبلم اذا كان عندك تبع الكرو تبعك، اذا كان حط العلامه هنا. انا عندي تبع الكروب تبعي، حتى لو كتبت حتى لو في صورتك اي احد ما شاء الله في ناس يقدرون ينزلوها، تحط صورتك في خلفيه ظهر اللاعب تبعك. وهذا اللي في ناس تلاحظ انه في التيشيرتات اللوجو تبعه بهذه الطريقه يسوونها. في اشياء كثيره طبعا في القائمه هذه يا شباب، صفحوها حاولوا انكم تتعلموا على زي الكلوب وورك. تقدر انت تسوي ديث ماث واشياء مره كثير يعني. طبعا مجرد لو اعمل ديسباند الان مباشره لبسي راح يروح يعني. هذا طبعا بصراحه يعتبر من افضل الاعمال يا شباب، خصوصا هذا الاسبوع راح يكون عليه دبل ماني، بالتالي المبلغ راح يوصل ل 1,050,000 اذا عملت ابجريد. وانا والله افكر ترى اعمل ابجريد، انا عندي بانكر يعني بنتظر يمتلئ وبعدها افكر اني املؤه، لانه ابغى اكسب صراحه يعني، خصوصا انه سريع يعني 4.5 ساعات تقريبا الى 5 ساعات تماما يكون ممتلئ. وغير كذا يحتاج فقط 2.5 ريسبلاي، يعني شيء خرافي يعني. نجينا عند هذا الكمبيوتر يا شباب، خليكم زي ما انتم، بريزيدنت لوجين، روحوا على سيت اب ان شاء الله المكان يكون قريب. هلا والله بالشباب يعطيكم العافيه. طبعا الان رجعنا على النايت كلوب، طبعا ما شاء الله الان موجوده 50,000 دولار اوريدي. فهذه ميزه النايت كلوب يا شباب، خزنه النايت كلوب اللي ما راح اي لاعب يستغني عنها نهائيا. حاليا انا بريزيدنت زي ما تلاحظوا الان، انا حاليا رئيس بريزيدنت، مع ذلك اقدر اجلس على هذا الكمبيوتر ما في اي مشكله، سواء كنت سي اي او او بريزيدنت النايت كلوب والبانكر مسموح لك عادي. طيب اوكي حاليا وش راح نسوي؟ نجي هنا على الوير هاوس مانجمنت، نشتري اول موظف او ثالث موظف طبعا اوكي ب 184,000، ونشتري اللي بعده. اوكي حاليا خلاص عندنا هذا العمل جاهز يا شباب، لازم اول حاجه نعطي اوكي هذا عليه علامه اوريدي، خلاص نحطه على الساوث امريكان لو راح يكون اختصارا للكوك. بالنسبه للكاش كريشن اللي هو اختصار للكاونترفيت كاش. طيب اوكي نحط على هذا علامه ونحطه هنا. يلا اوكي ضروري جدا يا شباب قبل ما تعينوا اي موظف تحطوا العلامه هذه، علامه هذه العلامه طبعا، تحطوا العلامه وبعدين تختاروا المكان. يعني احيانا لما يفلل مخازنك فانت تبغى مثلا تسحب احد الموظفين، يعني بدل ما خلص من مصنع تبغى ينتقل لمصنع ثاني، فلازم تحط عليه العلامه هذه
وبعدها تنقله أو تنقل مكانه. طيب يا شباب، في كثير يشتكي من الجليتشات، في أسئلة كثيرة تجيني تقول لي أنا النايت كلوب تبعي ما يشتغل، راح أعطيك الإجابة هذه. أولا مثلا عندك طريقتين، أولا لازم تزيد عدد المصانع عندك اللي يشتغلون عليها الموظفينك، ولازم يكون عندك الخمسة، هنا راح تحل تقريبا 90% من الجليتش هذا. في طريقة ثانية مثلا تبدل ما بين مثلا عندك 3 موظفين أو 4 موظفين زي حالتي مثلا، لازم تبدل ما بين الموظفين. مثلا هذا الموظف الآن عندي في السبورتينج جودز، أغيره بدل ما يكون في السبورتينج جودز أخليه في الكارغو. فتضغط عليه يا شباب هنا، تضغط على تعلم عليه علامة، طبعا المثل لو كان هنا تغير تحط عليه العلامة، وتيجي على السبورتينج جودز وتسحبه، خلاص كده هو مسحوب الآن، هو فاضي. تيجي على يوهان تحط عليه علامة، أوكي برضو تسحبه من هنا، أوكي صار الآن عندك موظفين فاضيين وعندك عملين فاضيين. تيجي يوهان عنده عليه العلامة، تحط يوهان في سبورتينج جودز وتحط هذا تغيره وتحطه على الكارغو. انت كده ايش سويت؟ بدلت ما بين الموظفين، وهذه طبعا تحل جليتش يا شباب، تحل هذا الجليتش وطريقة مضمونة. اذا استمرت المشكلة ما معك الا انك تشتري مصنع ثالث ورابع وسادس وسابع، يعني زيد المصانع يا شباب، هذا حل الوحيد. يعني هذا الجليتش طبعا من زمان موجود في النايت كلوب، وهذا حل الوحيد اللي انا جربته فعلا ناجح 100%. برا لو سمعت، اوكي كده راح ترتفع معنا الشعبية، بنفس الوقت راح نحصل على 10,000 دولار. اوكي نايس. حاليا وش اللي راح نسويه؟ راح نلعب كونتراكت تبع الام سي، يلا ليتس جو. اوكي شباب الله يعطيكم العافية، طبعا اخترت مهمة جيل بريك هاي جاك ذا بريزن باس، يلا ليتس جو. والله غريبة قبل معي المهمة هذه، نجرب. احيانا تكون المهمات يا شباب متبدلة، يعني احيانا ما تكون في الصبورة، فانت لازم تنتظر او تغير لوبي، تبدل ما بين لوبي ولوبي الى ان تجيك بعض المهمات. اوكي خلينا نشوف الاتصال هذا. Okay, you get to spring these fools before they hit the jailhouse. Stop the transport, get them to freedom, and you going to get paid. اوكي. طبعا المهمة يقول لك انك لازم تحرر بعض الاشخاص. مهمة نوعا ما يعني يبغانا نتعامل معها بحذر. اوكي. وين مكان ال يا ساتر يا ساتر يا ساتر. طيب احنا راح نجي هنا احتياطا يعني، وشو المشوار بس يعني. يا الله يلا اوكي، طلع سلاحنا. اوكي طلع ذا السلاح احسن، هو باص، خليني اطلع له السنايبر احسن. اوكي هذا السواق، هذا السواق، هذا هو. ابلع اما ما يموت السواق. ايوه وقف. اوكي طيب خلينا نهرب من الشرطة اول شيء، لانه المهمة مكتوب عليها هاي جاك، هاي جاك يعني اختطاف. اوكي خلينا نهرب. طيب معناته المهمة اجبارية، راح نكون معركة ضد الشرطة الى ان الله يحلها. ما ادري وش الفايدة يعني. طيب اوكي يلا. هالو جايز، هالو جايز، المنقذ تبعكم موجود. يلا وين نوديها؟ 5 كيلو، ابشر طال عمرك. طيب راح نحط هنا احتياط لاني انا عارف راح يدمجوني. That's for real. اوكي مستانس هذا. قول اقول اسوي دعواتك بس الامور طيبه يعني. والله الباص قوي، والله الباص صدماته قويه صراحه، والله معرقين السجناء. طبعا خلاص قربنا نوصل، والله ما شاء الله عليهم، كل ما تمر من عندي شرطة ذبح، ما عندهم كذا مين. يلا يلا الله وصيكم على هذا يا شباب. اي اعطوه 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 اعطوه، شوفوا ماتوا. الموضوع حقيقي يا شباب. اوكي نايس، باقي هذا يا شباب. علي 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 خلاص. اوكي ما قصروا والله صراحة.
يلا هذا 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 اشتغلوه ديلو نايس العب باقي كملوا كملوا على هذا الله يرحمهم الله نايس في احد فوق ايش ده عصابه ليكم الجيش والله الجيش يا شباب لا 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 هي 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 والله ذبحوا لك تقول الجيش هذول اقوى ناس صراحه اللي معي اقوى ناس حتى حقون الجيش حقون القاعده ذبحوهم والله قوه صراحه يعني هذه العصابه اللي تبغاها تكون معك هذه هي اللي بتكفيكم هي الصغيره ثلاث موجوده دقيقة بيجي معاكم اي خلاص بصير صاحبكم هنا اربعة بصير واحد معاكم بصير خويكم بليز طيب يا شباب يعطيكم العافية طبعا عندنا كذا كونتراكت طبعا عندنا الجن رانينج الجن رانينج هذه دائما تكون اسلحة طبعا اللي هي تبع البانكر وهنا عندنا طبعا كراك اللي هي سرقه خزنه الظاهر او تفجير خزنه هنا طبعا عندنا هذه المرحله هذه مرحله مره مشهوره الكل يلعبها طبعا سرقه دباب مره هذا الاوبريسر مارك 1 طبعا الاسطوري المشكله انه في كول داون يا شباب طبعا باقي دقيقه وشوي ننتظر شوي اوكي وي تيكن ذيس هاندز ستيك اب كرو هولدن ذم اوفر اون اليسيان ايلاند Hit him hard, Elysium. Crack the safe, get the cash back to the drop, and then the client pays you your cut. Nice. مهمة مرة سهلة يقول كل اللي علينا نروح على إليسيان آيلاند وندخل مكان هناك ونفجر الخزنة وناخذ الفلوس ونعمل لها ديليفري وراح ناخذ حصتنا من الفلوس. طبعا الكونتراكت الأول طلع 47,000 موجود طبعا بإمكانك الاطلاع على كم كونتراكت موجود في نفس قاعة الاجتماعات يا شباب تلاقونها موجودة يلا نطلب البريسر اوكي نوقف هنا والله انتبه لي ابن الذين طيب اوكي ناخذ الكاتم احسن كم منكم العب اوف 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 تعال تعال سبيس بريسر يا حبيبي ايش ذا العدد طيب اوه سولدر قلت لكم ليه البريسر ما يقيم عليهم غريبه اوه شكلهم تحت اوكي والله المهمه يبغى لها درع ندرع احتياط اوكي باقي اللي عندي دروع اريهم تحت كلهم ايش يقول ذا كيبينج ذا سيف سم بليس ابستير يقول هي فوق اوكي هذه هي ولا لا مستحيل والله اسمع ركض بس ما انا عارف من وين الركض مستحيل اي اي فوق 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 اي هنا 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 العب والله يا مكان طلع الشتقن يا حبيبي اليكم الطرق ما عاد الشتقن هذا اللي معي والله هذول وراي هنا واضح لا ما في هنا في صوات في اصوات سامع صوات حدايد يعني العب انقلع استاهل وينهم يا جماعه سامع اصواتهم ماني عارف وين اي خليني ننزل تحت هنا لا اوه العب 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 ايش الجيش ذا اللي هنا؟ في واحد هنا صوت والله ماني عارف من فين اسمع ايس طيب يقول لك كراك ذا سيف كراك يعني يعني افتحها بطريقه يعني يعني مو تفجير يا شباب كراك نايس كويس انتبهت لك يا اخي في اصوات والله العظيم انا تعرف هذول هذا ما في احد هنا ما في احد مسوي له عنصر مفاجاه اوكي
طيب معلش خلونا نتأكد ما في احد. يلا نعمل كراك. في واحد قريب، في واحد قريب طلع، هذا هو. وينه؟ جاينا من درج. اوكي طيب لازم يكون في غرفة اعتقد انها تحت. ننزل تحت. اوكي طيب خلينا نجي من هنا. طيب لحظة مرة ثانية خلينا ألقي نظرة، أبغى أقرأ الكتابة ونشوف على طول يجون يعني. آه شايفين، والله العظيم أني متأكد يا أخي. خلوا عندكم شوية واقعية روك ستار يا جماعة الخير، خلونا نلعب مهماتكم. قبل شوية ما في أحد وفجأة كده لما أفتح الخزنة تحطوا لي 700 ألف واحد عندي. ما في واقعية يا جماعة، يعني ما في أي مهارة، ما في أي مهارة، يعني موت إلا أن الله يحلها لك. أخي صراحة عجيبين. الحين حسب الكلام اللي موجود هنا ألف يمين، أوكي خليني ألف يمين. أوكي كذا نايس نايس. يلا هات شيل شيل يا حبيبي شيل، دحين يجون أمة محمد يجون دحين. طبعا أخذت من الوقت 10 دقائق يا شباب الآن. طبعا عدوى كنن يا شباب، كل ما طولتوا في المهمة كل ما روك ستار تدفع أكثر، لأنه أنا على حسب الكلام اللي أنا أسمعه في المنتديات الأجنبية واليوتيوبرز، في كثير يعني أخذوا حدود 80,000 في بعض المهمات، وبعضهم أخذوا وصلت إلى 100,000 بس تأخروا مرة في المهمة. فنفس النظام ريد ديد ريديمشن يا شباب، كل ما تتأخر في المهمة كل ما يكون الكاش أكثر. حتى لما تلعبوا مهمات داكس يا شباب احيانا تلاقي تحصل على 14,000 واحيانا تلاقي نفسك حصلت على 20,000. طيب وش السبب؟ السبب انك طولت في المهمه فقط لا اقل ولا اكثر. اوه الدليفري 3 كيلو والله بعيد. يلا انزل. وات 14,000 اعطوني موتور سايكل دليفر 1 باج اوف كاش ذا دروب اوف. أم 14,000 حقيقة هذا 14,000 يا شباب وش ذا؟ أو ماي جاد هذا بالدبل ماني، يعني هي 7,000. طيب والله ما تستاهل صراحة يا شباب. إيش يقول هذا؟ And it looks like we good. Funds have come in. Your MC got some money. يا عمي معرض حياتي للخطر ولا ومت بعد يعني. طلعت 14,000 حسبي الله عليكم. طيب يا شباب الله يعطيكم العافيه، طبعا راح نلعب احد اصعب المهمات، مهمه الدباب. هذا طبعا هيت ظروف، هذه مره مهمه كانت صعبه جدا اول ما جات صراحه، لانه لازم تفتح حاويات بالقاطع عشان تسرق هذا الدباب، واحيانا تضطر انك تاخذ الكوربوب وتسحب الحاوي بالكامل وتعمل لها ديليفري الى اخره. طبعا المهمه ما تكون موحده على حسب انت وحظك يعني تكون في المهمه. فليتس جو نلعب هذه المهمه ونشوف وش حظنا فيها. طيب يا شباب الله يعطيكم العافيه، طبعا بكل اسف مت، والسبب انه ما توقعت بيرسلوا عليه هيلي. رحت بغير البطاريه تبع الكاميرا لقيت نفسي ميت، فالمهمه صارت اصعب الان من جد. الان بيطقطقوا علي صراحه واضح. في سنايبر هنا، هذا سنايبر هنا، ابى السنايبر. من وين السنايبر؟ اي هذا هو يا اخي. فجأة كذا الطلق ما يدي يصير يجي فيه يعني، انا ما ادري. اخيرا تعال باقي انت، تعال 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 انقلع. والله يا هو الطلق مو طبيعي يعني صراحة. طيب وين المهمة؟ هنا طبعا. صراحة البطارية غريبة تبع الكانون والله. لحظة لحظة انا مانج. اوكي استخدموا معي قوتكم، انا اعرف استخدم معكم قوتي. الحين شوي كذا اقدر اطلب الابريسر، بعدين الريسبون رموني بعيد يعني. انا صراحة تركت اليد ورحت اعدل الكاميرا. الله يعين. بس كذا اللعبة متعة لما تطلع فوق السلالم تبدأ تمشي مكان صراحة ممتعة ممتعة جدا. هذه اذكرها، هذه الطريقة اللي انا كنت العبها زمان يعني قبل المارك 2 الاوبريسر. طبعا توقف هنا الله يعينك تاخذ كفر سريع لانهم حارين. اوكي هذا صوته هنا
انقلع انقلع. اوكي هذه هي برضه هنا. اوه لعوب. اوكي هذا واحد بس، يلا مقدور عليه. باقي في واحد. طبعا لازم افتح الحاوية هذه يا شباب. يطلع شكله تحت الجنب الثاني. اوكي unlocked search the rooftop for the الحين لازم ابحث عن حاجة عشان افتح اللي هو القاطع. هي 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 ريلاكس، طلعوا عنه بس استهدوا بالله. في واحد هنا. اوكي لا والله هذولك اللي هناك دمجوني صراحة. خليني أخذ كفر. أوكي أنا كده بفجر الهيلي. طبعا نفس الحكاية هذه برضو تحتاج إلى قاطع. القاطع لازم أبحث أولا عن القاطع. هذا وش هذا؟ في شيء هنا. سلاح. في واحد هنا ابن الذين. أنت من وين جيت أنت؟ طيب هذه نفس الحكاية برضو، يبغى لها قاطع. كاتنسو والله اني ما شفتك الا في اخر شيء. طيب يا شباب وين كاتنسو؟ كاتنسو بليز. انا اعتقد انه هناك عندي كاربوب. والله واضح انه عددهم كبير. خلينا نبدل على الشتجن. الشتجن قوي صراحة يفيدك. ستوب. وين اماكنهم؟ لا وبعدين نيكل. دلع الكربب. طيب الو ولا كاتن تورش العب. هذا على الهيلي. اوكي شباب شكله هنا القاطع. هذا مكان هنا برضو بيت جديد والله اول مره اشوفه. اوه هذا هو الشنطه. يا الله شوف كيف والله ضيعت من الوقت الكثير. اوكي طيب اني ما انتبهت لها من البدايه. شوف اصلا المكان البيت كيف يعني صراحه كيف اشوفه يعني. يلا اوكي نطلع. اوكي هذا دبابنا ان شاء الله. اعتقد انه اخر واحد. افتح يا استاذ افتح افتح. يلا صراحة الى الان مر على المهمة حدود يمكن 20 دقيقة 25 دقيقة. طيب ما في شيء اكيد. يلا يلا دباب دباب هو مو كرتون. خلاص هذا اخر واحد اعتقد هنا حيكون. يلا افتح. طبعا كل تأكيد راح اسوق الدباب لان الدباب مرة سريع واحسن بمليون مرة من الكارجو بوب صراحة. الكارجو بوب هذه دمار شامل. يس او بريزر. يلا سوق. لا تقول لي ديليفر. يي يوز ذا نير باي كرب. لا ما ابغى يا اخي ودي اسوق الدباب. لا مش معقول اجباريا. والله واضح انه اجباريا يا شباب. طيب خلينا نتخلص من القناصه. اوكي ايوه تعال 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 تعال. اوكي اجي لواحد اخيرا. لا ما ابغى الهيلي يطيح. انا جاني بيموتوني. ابن الذين والله العظيم حركاتهم. اوه
اوكي انزل انزل يا. ايوه 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 فجأة كذا سبحان الله. يلا نايس اوكي. طبعا ثقيلة يا شباب. ما طير ما طير يعني. هاي مال يو اوكي. Don't be dropping out of the sky like you doing a bombing run or some shit. يقول لا ترميها زي ما ترمي الجنابل من فوق السطح. ان شاء الله انه ما تقلتش. يجي يقول لي لا لازم المكان الاصفر. You deliver the container. يلا leave the area. اوكي let's go. يلا ان شاء الله المبلغ السهل. انا اقول اقل من 140 الف هي ظلم والله صراحة. اخذت وقت والله بالمهمة. اوكي اوه ماي جاد صراحة والله العظيم سيئة يا شباب. لا تلعبوا نهائيا مهمات الكونتراكت تبع الدباب. ما راح تاخذ منكم وقت وفي نفس الوقت يعني ما تستاهل يعني. ترى بالمناسبة يعني هي سهلة ترى يا شباب. هي سهلة بس في مهمات اسهل في مهمات احسن. يعني صراحة اللي عنده ايجنسي يلعب مهمات فرانكلين واللي يلعب سيكيورتي كونتراكت. طبعا هذا عليها دبل ماني يا جماعة يعني هي عادة 30 الف يعطونك يعني. فعموما الله يعطيكم العافية. اخذنا اليوم فكرة لعبنا بعض المهمات تبع الموتور سايكل كلوب. فمهمات اللي اول مرة يلعبها طبعا راح يستانس فيها. مهمات مرة حلوة تجربة جديدة. هاي مال اوكي. وبإذن الله تعالى مكملين معكم هذه السلسلة وراح نشوف ان شاء الله في الحلقات القادمة كيف راح نجمع فلوس. سلامات. اوه جاني دباب. جاني دباب يا شباب. طبعا هذه شخصية المستثمر رقم 2. شخصية المستثمر رقم 1 شفناها بالامس وما له داعي يعني اعمل لكم واكرر الحلقة مرة ثانية. راح اعمل دليفري ان شاء الله. عموما لا تنسوا من اللايك والاشتراك في قناتي لكل جديد. انتبهوا على صحتكم. Peace out. امان الله.